كل شيء يهون من أجل هذا الوطن. باسم الوطن يبطش قيس سعيد بمنتقدي إدارته للدولة التونسية ويسلط عليهم سيف القضاء. حكم قضائي جديد بسجن المحامية سونيا الدهماني لمدة عامين بالتهمة المعهودة نشر أخبار غير صحيحة لوصفها دولة سعيد بالعنصرية لقمعها وتنكيلها بمهاجري أفريقيا. فما موجة من العنصرية خرجت أخيب ما فينا احنا التوانسة، يبدو لي أننا فعلا عنصريين. سجن الدهماني جاء وفق المرسوم 54 الذي وقعه سعيد في سبتمبر 2022 بذريعة مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت، وهو في حقيقته يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة. شفت المرسوم 54 تعمل للإخراس لغير. الحكم على الدهماني يأتي بعد أسبوع من حكم آخر بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري القيادي في النهضة مدة 10 أعوام بتهمة التحريض على العصيان. في ظن مخاوف جماعات حقوقية وأحزاب تونسية من مواصلة سعيد حملة بطش واسعة ضد معارضيه بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، كيف يمكن أن أقف أمام ربي يوم القيامة وبماذا سأجيب؟ بماذا سيجيب الرئيس التونسي قيس سعيد إذا سئل يوم القيامة عن سونيا الدهماني وبقية المعتقلين الذين زج بهم خلف القضبان ظلما وعدوانا؟